للحديث عن الصراع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات ومطالبة الميليشيات الخاسرة فيها بإلغاء نتائجها وإجراء انتخابات جديدة، ينضم معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. ماذا تعني محاولة الميليشيات وأنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات اقتحام المنطقة الخضراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه المحاولة إذا دلت على شيء فإنها تدل على حالة الفوضى التي تسود المشهد العراقي، وتدل على أن السلاح المنفلت في الحقيقة هو يتمثل خير ما يتمثل، هو يتمثل في قوات الحشد الشعبي، لأن المتظاهرين بالحقيقة هم عناصر ومراتب وضباط في الحشد الشعبي، وهذا ما أكده أحد الناطقين الذي التقت به قناة فضائية كردية، التقت به وبين لها بالشكل المفصل كيف عملية هيكلية التناوب على التظاهر، وقال بالحرف الواحد: نحن نقوم بشفتات مناوبات وتأتينا الأوامر من خلال القيادات المتدرجة. فسأله المراسل، قال له: من تقصد؟ من قيادات من؟ قال: نحن الحشد الشعبي. فالقوات التي نراها على الشاشة والتي يدعون أنها هي عناصر موالية للحشد الشعبي، إنما هي بالحقيقة هي من صلب الحشد الشعبي، عناصر في الحشد الشعبي. وهذا يعني هذا المضحك في هذه المسألة، أن الحشد الشعبي كما نعلم من الناحية الرسمية هو مؤسسة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء، لكن مظاهراته هي ضد الحكومة، ضد رئيس الوزراء وضد المفوضية. والمشكلة أن الأوامر يفترض أن تأتي إلى الحشد الشعبي من القائد العام الذي هو رئيس الوزراء، لكن رئيس الوزراء لا علم له ولا يمتلك أي سيطرة على هذه المظاهرات. وقبل قليل سمعت احد الناطقين باسم الحشد الشعبي يقول: نحن لدينا خمسة ألوية في داخل المنطقة الخضراء. يعني اذا رئيس الوزراء تجاهل مطالبنا او قام بمحاولة لإضعاف الحشد الشعبي سننقلب عليه، سنثور عليه. لطالما كان هناك عدة تهديدات من الميليشيات لمصطفى الكاظمي أمام هذا الاقتحام، أستاذ لبيد، إلى أي مدى كان قرار إجراء الانتخابات في ظل وجود سلاح الميليشيات والأحزاب، إلى أي مدى ترى أن هذا القرار كان خاطئا؟ طبعا هذا القرار خاطئ جدا، لأن الادعاء بأن الانتخابات جرت أو تعديل قانون الانتخاب جرى استجابة لمطالب المتظاهرين مثل انتفاضة تشرين، هذا بالحقيقة زيف وكذب على دقون الناس. التغييرات، المطلب الوحيد الذي استجيب له من قبل المتظاهرين هو مسألة بدل أن يكون العراق دائرة واحدة أن يكون عدة دوائر. حتى هذه المسألة اجتزئت، لأن المطالبين في المتظاهرين طالبوا بأن تكون هناك دوائر بعدد المقاعد، واجتزئت إلى 83. على كل حال، أهم مطلب من مطالب المتظاهرين كان أن تتم السيطرة على السلاح المنفلت، وأن تتم حل الميليشيات، لأن الميليشيات تشكل تهديدا للديمقراطية ولأجواء الانتخابات، وستؤثر على نزاهتها. والميليشيات قادرة على ابتزاز الناس وعلى تهديد الناس وعلى التأثير على مزاج الناخبين. لذلك كل هذه بالحقيقة كل هذه المطالب لم يستجب لها، وأصبحت هذه النتيجة. طيب، الآن سادبيت. المظاهرات، نعم، يعني بعثت الأمم المتحدة، كان لها يعني مراهنات على الانتخابات وأنها سوف تنجح وأنها سوف تأتي بثمار إيجابية. بعد هذا التهديد الذي تواجهه بعثة الأمم المتحدة في العراق من قبل الميليشيات، إلى أي مدى يتضح أكثر يعني فشلها بعد مراهنتها على الانتخابات في العراق؟ الأمم المتحدة بالحقيقة لم تكن في يوم من الأيام قد وقفت مع الشعب العراقي. دائما الأمم المتحدة تكون منحازة إلى الموقف الرسمي الحكومي، والأمم المتحدة لو كانت
جادة في مسألة توفير أجواء إيجابية للانتخابات وتتمثل فيها تتوفر فيها حد أدنى مقبول من النزاهة، لا طلبت من الحكومة تأجيل الانتخابات إلى حين السيطرة على السلاح المنفلت والسيطرة على خصوصا على الحشد، لأن هناك تداخل في مسألة قيادة الحشد، أو بالحقيقة قيادة الحشد هي قيادة بعيدة كل البعد عن السيطرة، عن سيطرة الحكومة نفسها. لا توجد هناك، يعني نحن لا نفهم أن الحشد ممكن أن يدخل بالانتخابات. يعني الأمم المتحدة كان يجب أن تعترض على مشاركة الحشد بالانتخابات. لماذا الحشد هو تعتبر جزء من المؤسسة العسكرية، لماذا لا يدخل اللواء العاشر مثلا يشارك بالانتخابات؟ ليش ما يشارك الشرطة الاتحادية؟ ليش ما يكون لها ممثل وتدخل بالانتخابات أيضا، واللواء الفلاني أو المقدم الفلاني هو يمثل الشعب وحامي حمى البلد فانتخبوه وتصير حملة انتخابية لضابط بالجيش أو لضابط في الشرطة؟ ليش الحشد مستثنى من هذه؟ ليش يسمح للحشد بأن يشارك في الانتخابات؟ طيب، وهو قوة عسكرية تابعة للدولة. كان ينبغي على الأمم المتحدة أن تلتفت إلى وتنتبه إلى هذه المسألة وتشترط على الحكومة باستبعاد الحشد من المشاركة في الانتخابات. يعني مع إعلان زعماء قوى وكيانات سياسية وميليشيات حليفة لطهران، مع إعلانهم إجراء اجتماع موسع في بغداد ورفض قوى أخرى يعني فائزة في الانتخابات حضور هذا الاجتماع، ما الضمانات اليوم من انفلات الأوضاع في البلاد أكثر كما حذرت مسبقا تقارير صحفية وكذلك مسؤولون سياسيون؟ لا توجد أي ضمانات، الحقيقة لا توجد أي ضمانات. ومن هنالك خيارات بالحقيقة، يعني العراق أصبح مفتوحا أمام على سيناريوهات، لأنه القوى الخاسرة وفي مقدمتها الحشد والقوى الميليشياوية أصبحت قلقة جدا. لماذا؟ لأن إيران منزعجة جدا من نتائج الانتخابات، منزعجة خصوصا من كتلة الفتح، لأنها قدمت دعما مفتوحا لهذه الكتل ولمواليها وديولها، وكانوا هما طبعا كانوا حاصلين على 70% من الحقائب الوزارية، ومع ذلك فشلوا في هذه الانتخابات. لذلك هذه القوة أصبحت قلقة جدا من أن تغير إيران من موقفها وتمد الجسور مع قوة أخرى حققت نجاحا ملموسا في الانتخابات، لا سيما التيار الصدري ودولة القانون، وتستبدل وكلاءها السابقين بوكلاء جدد. لذلك هذا القلق بالحقيقة السائد بالغ السائد في أوساط الحجداوية دفعها إلى إحداث هذه الاضطرابات، وترافق ذلك أيضا مع قصف قاعدة السنف قبل 3 أيام ومحاولة قصف قاعدة حرير، وستتكرر هذه الأعمال بالحقيقة. أنا أعتقد أن الحشد يحاول أن يجر الأمور، يجر العراق إلى حالة فوضى، وربما هناك في ذهني محاولة انقلابية على الوضع الحالي وقلب الطاولة على الجميع وإعادة الأمور على النحو الذي يؤمن مصلحتها ويؤمن ديمومتها في السلطة. شكرا جزيلا لكم عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.